المادة 271 من قانون الانتخابات تنص بأن اللجنة في الانتخابات الولائية عندما تنتهي من أعمالها خلال 96 ساعة بعد قفل الاقتراع، وإذا كان السلطة المستقلة للانتخابات لم تمدد الأجل هذاك ب 48 ساعة في حالة الظروف الاستثنائية، تقوم اللجنة هذيك بإيداع كل المحاضر في كتاب الضبط المجلس الدستوري مقابل إيصال. نفس الشيء بالنسبة للجالية اللي في الخارج، هاكم تشوفوا باللي المجلس سخر تقريب 500 شخص أمام اليوم هنا أمام المجلس الدستوري لمدة معينة للقيام بهذه العملية. ثم بطبيعة الحال بعد ما تعلن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنتائج المؤقتة، تفتتح الطعون في حالة وجود طعون. إذا تبين للمحكمة الدستورية أن الطعن مؤسس تصدر قرار معلل بإلغاء الانتخابات، انتخاب هذاك تاع المتنازع فيه، أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد من طرف اللجنة، وإعلان المترشح المنتخب خلال بطبيعة الحال 10 أيام ابتداء من تاريخ استلامها المحاضر النتائج المؤقته.